السلام عليكم. بشكر دكتور حمزه على المقدمه. خلينا نبدا عشان احنا متاخرين شويه، هنبدا وخلال البرزنتيشن هنتعرف على بعض اكتر. احنا النهارده اول حاجه بنحددها في اي ورشه عمل قواعد تنظيم ورشه العمل، ودي هنروح خلالها بسرعه. بالرغم ان احنا مش قاعدين مجموعات، لكن برضه هنحافظ على انها ورشه عمل، يعني مش هنجيبها محاضره باي حال من الاحوال، هنحافظ على انها ورشه عمل، في انتر اكشن، في سؤال وجواب، وحضراتكم لازم هتشاركوا معايا بالرغم، يعني مش هنقلبها محاضره رغم ان انا كنت افضل ان احنا نبقى قاعدين مجموعات. بعد ما بنوضع قواعد العمل عايزين نشوف احنا النهارده عايزين نعمل ايه؟ نطلع من ايه بورشه العمل؟ اول حاجه عايزين نتعرف على المعايير الدوليه او المجالات الدوليه لتقييم اي مدرسه. اي مدرسه يجب توفر فيها ايه؟ وبعد كده بنشوف ايه الاهداف اللي احنا عايزين نركز عليها، ومن خلالها نقدر نشوف خطه التحسين. خلينا نبدا بسرعه بقواعد المنظمه لورشه العمل. عايز من حضراتكم نتشارك مع بعض كده، احنا بننصح مدرسينا ان هم في اول يوم في السنه الدراسيه يبداوا يوضعوا قواعد العمل داخل الفصل مع الطلبه بتاعتهم. وبننصحهم ان لازم الطالب يبقى ليه دور مشارك في وضع القواعد، يعني ما اجيش انا ادخل كمعلم واقول له القواعد اللي انا التزم بيها 1 2 3 وانت عليك التنفيذ. وضع الطالب او اخذ رايه في وضع القواعد المنظمه للحركه داخل ورشه العمل او داخل الفصل شيء مهم. فلو هنتناقش بسرعه، انا عايز 3 حاجات اساسيه. ايه في راي حضراتكم ال3 حاجات الاساسيه اللي لازم تتوافر في ورشه العمل النهارده عشان تنجح؟ اتفضل حضرتك. التزام بالمواعيد. التزام بالمواعيد. احترام الراي والراي الاخر. اشكرك، احترام الراي والراي الاخر. اتفضل. المشاركه. اتفضل. الموبايلات سايلنت. هايل، الموبايلات سايلنت. نبض الشخص وليس اشكرك بشده، احنا لا نختلف. جدا في الراي، لكن في الاخر الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اتفضل. عدم مقاطعه الاخرين. الموضوعيه العزيمه دي شيء مهم. اشكرك بدر، انه بدون وجود العزيمه احنا عارفين وضعنا وعارفين احنا بنعاني، لكن لو ما كانش عندنا الامل في بكره او العزيمه ان احنا نحسن من بكره لاولادنا شيء اساسي. اتفضلين. عدم الخروج عن الموضوع، وهنكتفي بده. انا في الراي في الاخر لا يهمني اكتر من اللي انا سمعته. احترام، سواء احترام المواعيد، احترام الراي والراي الاخر، احترام الاخرين، عدم المقاطعه، الموبايلات سايلنت، مش هنطلب اكتر من كده. طيب النهارده هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها النهارده هي ايه المعايير الدوليه؟ لان انا هنا بمثل المدارس الدوليه. يشرفني طبعا ان انا مدير القسم الثانوي باحد المدارس الدوليه في جمهوريه مصر العربيه، وفي نفس الوقت انا بزور مدارس دوليه ضمن لجان تقييم واعتماد من هيئه اسمها ادفانس اب وهيئه اسمها ميدل ستيتس اسوسيشن فور سكول اكريديتيشن. بدون الاعتماد المدارس دي لا تؤهل انها تشتغل كايه؟ كمدرسه دوليه في جمهوريه مصر العربيه او في الوطن العربي. فبالتالي احنا لما بنزور المدارس سواء في جمهوريه مصر العربيه او في الوطن العربي بندور على ايه الحاجات اللي اللجنه تقول المدرسه دي فعلا تستحق تكون مدرسه دوليه. ازاي نعمل ايفالويشن للمعلم، نقيم المعلم واداء الطلاب، وبعد كده ازاي يبقى عندي وضع الخطه فرديه، يعني لو المعلم بتاعي عنده مشكله فرديه ازاي اوضع معاه خطه، لو عندي طالب عنده ليرنينج ديفيكولتي صعوبات تعلم ازاي اوضح له خطه، لو عندي طالب متميز جدا ازاي اعمل له خطه عمل. في نفس الوقت من خلال كل ده ازاي هكون عندي خطه تحسين للمدرسه، لان انا لو ما خدتش المدرسه، يعني انا مش لازم اكون مستلم المدرسه ممتاز، لكن ممكن المدرسه تبقى في ليفل معين. دوري انا ان كل سنه بنقل المدرسه ايه؟ خطوه، احنا مش هنعمل معجزه، ذو ان المعجزات بتحصل، وفي مديرين مدارس نقلوا مدارسهم في سنه واحده من ليفل لليفل، لكن المطلوب مني ايه؟ على الاقل ان انا كل سنه اطلع بمدرستي ايه؟ مستوى. خلينا نبدا على طول. وهنحاول برضه على قد ما نقدر يكون الموضوع فيه انتراكشن. ليه؟ ليه بنعمل ده؟
ليه؟ ليه بيبقى عندي سلف اسسمنت؟ ليه بعمل ايفالويشن لمدرستي؟ ليه بقيم مدرستي؟ مين يحب يشارك معايا؟ ايه اهميه تقييم المدرسه؟ اتفضلي يا استاذ. هاي يبقى انا هبتدي اول حاجه اشوف نقاط قوتي، ونقاط قوتي دي انا ايه؟ هحافظ عليها مش هفقدها، وفي نفس الوقت هشوف نقاط الضعف اللي عندي وابتدي اشتغل عليها. اتفضل. بنحدد الاولويات بناء على نقاط القوه والضعف عشان نقدر نتعلم. هاي انا ممكن الاقي ان انا محتاج اشتغل في 10 حاجات، لو فتحت 10 حاجات في نفس الوقت مش هفقد ولا واحده فيهم، فيبتدي بقى عندي حاجه اسمها البرايورتيز الاولويات. طب انا اولوياتي ايه؟ انا هركز السنه دي على هدفين ثلاثه، لكن مش هزيد عن كده. كل ما خطه التحسين يبقى فيها اهداف اكتر، كل ما الكفاءه هتقل. اتفضل. بالظبط. طب انا ايه بقى الفرص؟ ايه الحاجات اللي بتهددني ولازم اتجنبها؟ وايه الفرص اللي عندي ان انا ايه اقدر احل المشكله بسرعه وتبقى بتتحول من نقطه ضعف لنقطه ايه؟ قوه. اتفضل. هي عقول بشريه قادره على تنميه الفرد والمجتمع المخاطب بيها. يبقى عشان اعمل ده انا لازم اعرف ايه؟ وضعي الحالي ايه؟ ووضعي الحالي ده لازم يكون بكل موضوعيه وامان. لاني لو ما عملتش كده انا بضر نفسي في الاخر. تخيل حضرتك ان انت بتبني خطه على شيء وهمي. اللي بيضحك على مين؟ على انفسنا. ان احنا في الاخر انا ببني خطه بقول عايز اعمل واعمل واعمل وفي الاخر انا ما عنديش الاساس اللي ببني عليه. عشان كده اهم حاجه في تقييم المدرسه او في التقييم الذاتي هي الامان. انا الواقع الفعلي عندي بيقول ايه؟ للاسف وسامحوني لو كنت غلطان، في مدارسنا احنا معظمنا بنعتمد على ايه؟ على تسقيف الاوراق. عشان اخد الاعتماد والجوده، الجوده بتقول لازم يكون في محاضر اجتماعات. اقعد يا ابني اكتب 15 محاضر اجتماعات. عشان اخد الاعتماد والجوده لازم يكون عندي تنميه مهنيه. اقعد يا ابني خدت تنميه مهنيه، تروح تسال المدرس انت خدت تنميه مهنيه يقول لك ولا شفت مين المسؤول عن التنميه المهنيه. يبقى انا مش هكذب، مش عايز اقول كده، مش هضحك على نفسي. مش هقول شيء هو مش موجود، انا هدرس الواقع الفعلي بعيوبه قبل ايه؟ نقاط قوته. يبقى اول حاجه السلف اساسا انا بقيم نفسي، ما فيش حد هيعرف المدرسه احسن من مديرها وكده. هل معنى كده ان المدير والوكيل هما اللي هيقوموا بالتقييم؟ طبعا لا، وهنشوف هنعمل التقييم ده ازاي. لازم يكون واقع فعلي مش حبر على ورق. اتفضل. المجموعة الفترات الإجرائية اللي بيكون فيها أفراد في المجتمع.
كويس ده اللي احنا هنتفق عليه ازاي هنعمل التقييم. لكن انا عايز اعرف انا بقيم ايه؟ بالنسبه للمجالات ورجوع الى 40 المعايير. المعايير اللي هم طيب احنا عايزين نشوف ايه هي المعايير. على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه وبرده ده موضوع مهم. انا بشتغل في هيئتين اعتماد. واحدة منهم عندها 5 مجالات، واحدة منهم عندها 12 مجال. في الأول وفي الآخر هل في اختلاف؟ بس اللي بيحصل إيه؟ هنا ماسكين كل نقطة وعاملينها معيار لوحدها. هنا ماسكين معيارين مع بعض ودمجينهم في معيار واحد. وده اللي بيحصل 5 مرة و7 مرة و9 مرة و12 مرة، فده إيه؟ يعني لا يفسد برضه الود قليل. طيب، حد يقدر يقول لنا أول حاجة ممكن تيجي في مخنا في المعلم؟ المعلم جزء مهم. اتفضل. القدره المؤسسيه. اتفضل. رساله ورؤيه للمؤسسه. اتفضل. المنهج الدراسي. اسمع بعض. اتفضل. المتعلم. خطه التحسين او مدى تحقيق خطه التقدير. اتفضل. المناخ اللي حوالينا. المناخ. اتفضل. الطالب. الامن والمتانه او الامن والسلام. اتفضل. المشاركة المجتمعية. الأنشطة المدرسية. اتفضل حضرتك في الآخر. المبنى والإمكانيات المتاحة. الموارد والإمكانيات المتاحة. إحنا مجموعة واحدة بعد إذنكم. مجموعة واحدة. أحد القواعد اللي حطيناها إن هنسمع بعض عشان نستمر وننجز. هيكون تقول إيه يا فندم؟ الفاعلية التعليمية، يعني مدى استفادة الطالب من العملية التعليمية. إيه تاني؟ مين عندنا؟ اتفضل يا أستاذ. وجود اخصائي اجتماعي او نفسي او الحياه الطلابيه ده جزء منها. اتفضل. القياده والحوكمه ده جزء مهم يكون موجود عندي. طيب خلينا نشوف المعايير الدوليه بتقول ايه. اول حاجه اتفقنا ان المعايير ما بتختلفش حوالين العالم، هي مسميات. اول حاجه الميشن اند فيجن اللي هي الرؤيه والرساله، وهنتكلم على كل حاجه بالتفصيل. كلامي النهارده بالتفصيل ليه؟ أنا بقول لحضرتك أنا لما بروح بقى ببتدي أدور على إيه في المدرسة؟ ما أنا خلاص عرفت إن أنا محتاج رؤية ورسالة. طب إيه اللي مطلوب مني في الرؤية والرسالة دي؟ هنشوف ده اللي هنتكلم فيه. الليدرشيب هي القيادة والحوكمة اللي كنا بنتكلم عليه، ده جزء مهم في المدرسة. الهيلث أند سيفتي، الأمن والمتانة أو الصحة كمان. الصحة والأمن يعني أو السلام. الأمن والسلام. إيديوكيشنال بروبلم. المنهج التعليمي. الاسسمنت اند داتا اناليسيس اللي هو مقياس التعليم والتحليل البيانات، وده جزء مهم احنا مفتقدينه في مدارسنا، اللي هو انا استفدت ايه من النتائج دي؟ بناء على النتائج دي ايه المؤشرات اللي اديتها لي؟ الفاسيلتيز اند ريسورسز اللي هي الموارد والامكانيات. السكول امبروفمنت بلان اللي هي خطه تطوير المدرسه المستمره. الحياة الطلابية والنشاط اللي خارج الفصل، لأن ده جزء مهم يجب تنميته، وده بيجي تحتيه طبعا الأخصائي الاجتماعي والنفسي والأنشطة المتعددة في المدرسة. طيب التنمية المهنية، ولما هنيجي نتكلم على التنمية المهنية، التنمية المهنية مش فقط للمعلم. التنمية المهنية للمعلم، التنمية المهنية للطالب، التنمية المهنية للإداريين، وهنتكلم على ده بالتفصيل، احنا هناخد نقطة نقطة بالتفصيل. طيب المشاركة المجتمعية هنا بتيجي من ضمن الرؤية والرسالة، إن أنا رؤية ده في المدارس الدولية، رؤية ورسالة المدرسة لازم تبقى مبنية على الريل لايف اكسبيرينس، يعني أنا الطالب ده وجوده في المجتمع هيعمل إيه؟ فدي بتبقى متضمنة، لكن هي في جمهورية مصر العربية هي بلد واحد. صح، بس عشان كده ده من ضمن الميشن والفيجن، ده من الأساسيات بتاعة المدرسة. طيب خلينا نشوف الرؤيه والرساله. ايه الحاجات اللي يجب توفرها في الرؤيه والرساله الاول؟ وايه الحاجات اللي يجب تكون موجوده في المدرسه فعلا؟ اتفضلي يا استاذه. يجب ان تكون الرؤيه والرساله تكون قابله للتطبيق ويكون جميع العاملين في المجتمعات يبقى قابله للتطبيق. وجميع العاملين عندهم على درايه بيها، مش جميع العاملين بس، ده جميع المشاركين في المدرسه من اولياء امور لطلبه لمعلمين واداريين. اتفضل حضرتك. الرؤية في حد ذاتها لازم ابقى عارف
معنى الرؤية ومعنى الرسالة. الرؤية حلم اللي أنا بحلم إن الدراسة توصل لي. برافو. الرسالة إن أنا أقدر أوصل للحلم ده. الطريق اللي أنا بوصل بيه للحلم ده. كان حد اسمه هنا اتفضل. حد هنا اتفضل. لازم الرؤية تعتمد على ثلاث معايير اللي هي الإتاحة والمتاحة. كويس جدا. ومن ضمن المعايير دي لازم أكون بخدم في الآخر إيه؟ المجتمع، المنتج بتاعي اللي هو الطالب لما هيطلع للحياة العملية هيأدي إيه المجتمع والبلد وإيه؟ ويطور منهم إزاي؟ اتفضل. لازم إنها تكون واقعية. بالظبط، قابلة للتطبيق. قابلة للتطبيق. اتفضل. تكون نبعة، يعني ما ينفعش مثلا اكون انا ما عنديش اي مواد او امكانيات تكنولوجيه واقول ان الطالب بتاعي هو متميز تكنولوجيا. ما ينفعش يكون معمل العلوم عندي مقفول في المدرسه واقول ان الطالب هيبقى متفوق علميا. تكون نبعة من امكانياتي وقابله للتطبيق. اتفضل يا استاذ. تكون بتتناسب مع البيئه اللي موجود فيها المدرسه. بالظبط، متناسبه مع البيئه والمناخ اللي حواليها، عشان كده في الاخر بتخدم المجتمع اللي حواليها. يبقى لو جينا نقول ان ده الحلم اللي هو الفيجن، من خلال الحلم ده بنبتدي ندور على ايه؟ على رساله، خطواتي لتحقيق هذا الحلم، على قواعد اثيكال اخلاقيه بتنمي عند الطالب الكوميونتي سيرفيس او الحياه المجتمعيه، يكون موجوده في التطبيق اليومي. يعني ما ينفعش ادخل اسال الطالب ايه الرؤيه والرساله. أنا مش عايز أدخل ألاقي طلبة بتسمعني رؤية ورسالة. أنا عايز أدخل ألاقي طلبة عايشة رؤية ورسالة. يعني لما أدخل الفصل أحس إن فعلاً الرؤية اللي أنا والرسالة اللي أنا قريتها دي مطبقة داخل الفصل. لما أقف في الملعب أحس إن المدرسة دي فيها الروح اللي هما بيتكلموا عليه. لكن أنا مش هفرح إن أنا أجي أسأل معلم ألاقيه بيسمعني رؤية ورسالة. طالب بيسمعني رؤية ورسالة. رؤية ورسالة مكتوبة على الجدران أو متعلقة في كل فصل. مش هو ده الهدف. اللي أهم من ده نطبقها وتحقيقها. ولازم نرجع لحضرتك تاني، تكون ايه؟ بتخدم المجتمع والبيئة اللي حواليه، لأن أنا في الآخر ما ينفعش تبقى حواليا بيئة زراعية وأنا بطلع طالب بيخدم حاجة تانية، بيئة صناعية والطالب بيخدم حاجة تانية، يبقى في كوميونيتي هنا أو سوسايتي أفيلبل. عشان أعمل رؤية رسالة لازم كل مادة ليها رؤية رسالة. صح. هاي هاي لازم اتجمع واعمل رؤيه رساله للمدرسين كلهم واديك على واحده بس. اشكرك. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك ان 90% من المسائل الدوليه ما عندهمش ده في المدارس الدوليه. كده انا لما اجي اسال لما يجي الاداره يسال رؤيه رساله ولا الاجابه هو نفسه. صح. لانه شاكش وسائل. وده اللي احنا بنفعله حاليا في مدارسنا الدوليه اللي هو ايه؟ انه ابتدى يبقى كل قسم مطلوب منه يكون رؤيته ورسالته الخاصه، النبعه طبعا منها رؤية ورسالة ايه؟ المدرسة. حاجة مهمة تاني في موضوع اتفضل. لازم المعلم نفسه يكون مؤمن بيها. طبعا. مش مجرد روتين يتحط في كل مكاتب المديرية. هاي وحضرتك خدتنا للنقطة اللي كنا لسه هنقولها. طب وانا ازاي اجيب الرؤية والرسالة دي؟ أو ازاي نطبق الرؤية والرسالة؟ أو ازاي نعملها سوريا؟ طبيعة الجو اللي موجودة هل دي يعملها المدير فقط؟ يبقى الاول بس خلينا نشوف ايه اللي هنعملها ازاي. كل فصل بيعمل رؤيه رساله ليه بس. بعدين دراسه اتحاد الطلبه بيجمع او مجموعه من اتحاد الطلبه بتحب مع المدرسين ووضع رؤيه ورساله. اوكي، يعني الجزء منها انا موافق عليه. هقول لحضرتك احنا لما بنيجي نعمل الرؤيه والرساله او لما بنيجي نعمل ريفيزيتنج للرؤيه والرساله اللي هي بعد كل ثلاث سنين لازم الرؤيه والرساله يعيد الايه؟ النظر فيها ونشوف هي دي معبره عن الوضع الحالي ولا محتاجين تطوير فيها. اللي بيحصل ان احنا بنعمل زي كوميتي كده. بيبقى الكوميتي دي فيها حد من الاداره، واحد او اثنين، ثلاثه او اربعه من المعلمين بالديفرنت ليفلز، يعني مثلا لو هي مدرسه كامله يبقى ابتدائي واعدادي وثانوي ومدرس من كل مرحله، وطبعا طلبه من كل مرحله باتحاد الطلبه بتاعها. ويبتدي واولياء امور، لازم اولياء الامور يبقوا مشاركين اللي هو في مجلس الاباء، برضه بنختار ممثلين منهم. هاي مشارك في الرؤيه والرساله جميع بالظبط كده، الستيك هولدرز والمجتمع المدني والاداره المدرسيه والمدرسين. بس حضرتك اختصرت لنا الموضوع، وان المجموعه دي بيبتدوا يعملوا رؤيه ورساله معبره عن المدرسه. بعد كده يبقى في استبيان.
لجميع إداري المدرسة، واستبيان لجميع المعلمين، واستبيان للطلبة في الفصول كلهم بقى كل فصل مع بعض، واستبيان لأولياء الأمور، واستبيان للمجتمع اللي حوالينا اللي احنا بنخدمه، ونبتدي نشوف هل الرؤية والرسالة دي بتساعدكم؟ هو ده اللي انتوا طالبينه، وبنبتدي يعني ننسق فيها لغاية لما نوصل لصيغة نهائية. طيب اتفضل يا فندم. المفروض يبقى ليه فريق من المدرسه الاول شكل الفريق هو الكوميتي. يعني صح الفريق هو الكوميتي. يعني انا جيت برضه ما اعرفش ايه معنى الكوميتي. الاول يوضح الشرط على جمع الادوات او ايه هي الادوات المستخدمه والثابت. صح. طيب خلينا ندخل على معيار اخر. طب الليدرشيب القياده والحوكمه. انا لو انا هدخل المدرسة برضو انا عايز النهاردة اطلع برة قصة ايه اللي يجب توفره، لان احنا معظم مدارسنا متوفر فيها حاجات، لكن انا عايز اعرف ايه العين المقارنة هتيجي تبص عليه. خلي النهاردة ورشة العمل من منظور اخر. انا لما هروح المدرسة ابقى عايز ابص على ايه او الاقي ايه عشان اقدر اقول ان المدرسة دي هتاخد 4 من 4 او 5 من 5 في القيادة والحوكمة. ايه القيادة والحوكمة؟ ايه اللي انا بدور عليه؟ اتفضلي. الدراية بالقوانين الوزارية وباللائحة الانضباط. اللي احنا بقى بالنسبة لنا المدارس الدولية بتقول ايه؟ الترخيص من وزارة التربية والتعليم، اللي ما ينفعش مدرسة دولية ومش مرخصة من وزارة التربية والتعليم. اتفضل يا فندم. بدأت أتعرف كلام مفيد من قائد المدرسة فريق العمل، يبقى الروح للفريق. ايه تاني؟ اتفضل. لائحة داخلية جوه المدرسة وفي يبقى اللائحه الداخليه للمعلم ولائحه داخليه للطالب، لائحه انضباط بنسميها لائحه انضباط، لا يمنع ابدا المعلم يكون له لائحه انضباط هو كمان بعد الايام غياب بميعاد تاخير يعني احنا عندنا كده مفيش ما يمنع من الحضور والانصراف. ده شيء مهم ممكن يكون ده مفعل في مدارسنا الحكوميه. اتفضل. يبقى حاجه بنسميها جوب ديسكريبشن اللي هو الوصف الوظيفي، يعني كل واحد عارف دوره ايه. انا بعمل 1 2 3 4، مفيش ما يمنع ان انا ابقى بساعد في مجالات اخرى، بس الاساسيات 1 2 3. اتفضلي. وده هيتقدمي داخل المدرسه للتواصل مع الاداره، بنسميها الاورجانيزيشنال تشارت. يبقى اول واحد ما بيدخل بيبتدي يعرف انا في مدير مدرسه، تحت المدير في مديرين مراحل، وتحت مدير المرحله في مديرين اقسام، وتحت مدير القسم مدرس اول، وتحت مدرس اول في معلم، وتحت المعلم في وتابع. اتفضل. ادوات المحاسبيه للتقارير والتواصل الاشخاص اللي هي لائحه النظام، تيجي تحت لائحه النظام. خطه التحسين وتطوير المدرسه. خطه التحسين والتطوير ده معيار لوحده خالص، بس بيجي برضه تحت ده دور من ادوار المدير، لازم يبقى عنده الرؤيه دي. العلاقه بين المدير والعمليه اللي هي الروح الفريق الروح العمل الجماعي. اتفضل. وده شيء مهم. الروح الانتماء لمكان العمل ده شيء مهم. يعني لما المعلم يصحى الصبح مش عايز يروح مدرسته، تخيل بقى لما هينزل غصب عنه ويدخل فصله هيعمل ايه؟ مش هيدرس. لكن الروح ان انا لا حاسس بانتماء، حاسس باهميه دوري، حاسس بان الطالب ده محتاج لي، يبقى ده شيء اساسي. اللي هو لائحه الانضباط ترجع لها، ودي مهمه جدا وما يكونش فيها تمييز، يعني ما اكونش بميز معلم عن معلم، لانه انا لازم المدير يبقى زي الاقر او الوكيل يبقى زي الاقر، بس الاقر اللي هو الايه؟ العادل، يعني ايه؟ في عدل وحكمه في نفس الوقت. اتفضل. صح. اتفضل. عملنا للسريان، عملنا للقاءات، عملنا كل الادوات. صح. طيب خلينا ننقل بعد اذنكم وهنرجع تاني. اتفضل. احنا معانا بالنسبه للقياده والحكمه، احنا معانا وكلاء المدارس. اهم حاجه في القياده والحكمه عشان تتغير بيها هو تحديد المسؤوليات وتفويض سلطات. الجوب ديسكريبشن دي تاني وقياده تاني. طيب والسكند لاين مانجمنت ده شيء اساسي. خلينا نروح بسرعه بقى. اول حاجه بالنسبه لنا احنا كمدارس دوليه بتكون ان انا ترخيصي في وزاره التربيه والتعليم.
الكوميونتي اوف ذا ستيك هولدرز، ان هي التواصل مع جميع المشاركين في العمليه التعليميه. الاورجنايزيشنال تشارت التسلسل الوظيفي، والجوب ديسكريبشن اللي هي الوصف التوظيفي لكل واحد، حتى المعلم لازم يبقى عارف مسؤولياته ايه داخل الفصل او خارج الفصل كمان. نيجي للبداية، اهم حاجة يبقى فاهمين ان المدير مش بس ان هو قاعد والقائمين على العمل معاه، المدير الناجح هو القائد، هو ليه، هو بيقود المسيرة مع العاملين في المدرسة. يكون عندنا ايفالويشن سيستم، يكون المدير مطلع على كل كبيرة وصغيرة في المدرسة. يعني في ايفالويشن للمعلم، في ايفالويشن للطالب، في ايفالويشن لرؤساء الاقسام، في تقييم حتى للاداريين، وفي تقييم لنفسه كمان. طبعا وجود لوائح اللي هي الانضباط زي ما قلنا البوليسيز اند بروسيدجرز، لائحه الانضباط والتراب العقاب. السكند لاين مانجمنت، نجاح المدير في ان انا يوم ما هتنقل من مدرسه لمدرسه ثانيه، مدرستي شغال ومدرستي بتتحسن، لان انا واضع خطه التحسين ايه اللي ورايا هيكمل. لكن في ناس للاسف يعني لما مفكرين ايه، لا ده انا لما بقى اشوف انا لما اتنقلت المدرسه وقعت، فيعرفوا ايه دي مش هي دي خالص. القياده ان انا بدرب اللي ورايا، لاني بعلم الصف الثاني انه يكمل مسيرته. وكمان مفيش ما يمنع ان الصف الثاني ده يتفوق عليا، ان انا كان عندي تحديات اكتر، انا مديله حاجه وضع احسن مما استلمه، فهو المتوقع ان هو ايه يحسنها اكتر. دي كود كده بتقول انه leaders do not create followers, they create more leaders. القائد الناجح هو اللي يسيب وراه صف ثاني قيادي ناجح. طيب خلينا نفكر في معيار ثالث اللي هو الهيلث اند سيفتي، الامن والسلام. اتفضلي يا فندم. بيسمع الاستاذه بعد كده. فاهم قصد حضرتك؟ موحده يعني، قصدي حاجه موحده. طيب يبقى دي فكره كويسه جدا، يا ريت لو حضرتك تقترحيها في ورشه العمل الثالثه مع دكتور حمزه ودكتور احمد حشيش، انه الاكاديميه المهنيه تكون مجهزه، واعتقد انه موجود مجرد بس يبقى في وصف توصيل محمد وصف. طيب خلينا نروح لمعيار ثالث، انا اسف ان انا بجري شويه بس عشان نحافظ على الوقت بالظبط. الوصف الوظيفي، الامن والسلام. لو انا هتكلم على الامن والسلام، ايه الحاجات اللي برضو مش عايز اقول انها تبقى موجوده على الورق، الحاجات اللي انا عايز اشوفها في المدرسه؟ اتفضل. يبقى طفايات حليب، خزانات ميه نظيفه، بس كفايه. يبقى مخارج امنه، ويكون ايه اهم بقى من وجود المخارج؟ واهم من خطه الاخر. طيب خلينا مع بعض. واهم من خطه، يعني خطه الاخلاق مهمه، اهم من خطه الاخلاق الطلبه متدربه على خطه الاخلاق ولا لا؟ والتدريب ما يكونش مره، احنا بنعمل على الاقل التدريب ثلاث مرات في السنه، ويكون الطلبه اصل احنا هنسال الطلبه، يعني من ناحيه هنسال المعلم عملت خطه اخلاق، حتى لو المعلم يعني عرف يتوهنا الطالب ستريت فورورد، يعني هتساله سؤال هيرد. فيعني دي حاجه مهمه. ايه تاني في الامن والسلام؟ الاساتذه اللي وراك الرحيل، اتفضل. كل المؤسسه في اماكن امنه بعيده عن مخاطر شكل الحياه خطر على الحياه. اظن ده مش في ايدينا قوي، لكن ده مهم، ده مهم. الاستاذ بيقول حاجه مهمه قوي، يعني ما يكونش المدرسه مثلا جنبها محطه بنزين. في بعض المحافظات هتلاقي ده موجود او غصب عننا موجود، لكن الاغلبيه لازم يكون مراعين فيها الايه؟ البيئه المحيطه. اتفضل يا فندم. هايل. يبقى ده بيجي تحت بند اللي هو ايه؟ المباني، الامن والمتانه بتاع المباني، يعني ما يكونش فيه ازاز مكسور، ما يكونش فيه سلك كهرباء، ما يكونش فيه شجره مايله ممكن تقع على طالب، ما يكونش فيه سور مش مكتمل البناء. حاجات زي كده، ايه تاني؟ اتفضل. دورات المياه وصلاحياتها. برافو، النظافه اللي موجوده في دورات المياه وصلاحيتها للايه؟ لاستهلاك الايه؟
انعدام. ايه تاني يا سيد المطار؟ سياره مستمره. الموبايلات يا جماعه بعد اذنكم. صح. الريبورت يكتب تقديم. هايل هايل، لانه انا برضو مش هقدر اقول كل حاجه لوحدي، لكن انا ممكن اجيب حد من هيئه الدفاع المدني من اللي هم المطافي ويشرح للطلبه في حاله الحريق يفضل ازاي، حتى لو حصل له حاجه في بيته يبقى عارف ازاي يتصرف. طيب في حاجه ثانيه حد اتفضلي يا استاذ. وجود عياده، ان ده سلامه الطلبه، يبقى وجود عياده، وجود اخصائي نفسي واجتماعي، ده كان شيء مهم احنا اتكلمنا عليه. اتفضل. ده جزء، بس ده انا هحطه بقى تحت التنميه النهائيه للطالب. يبقى حضرتك خدتنا، بس هو جزء موجود، بس بيجي تحت بند تنميه مهنيه او تنميه للطالب نفسه. صح، ده مهم. كيفيه التعامل مع الحساب الفني. طيب خلينا نروح بسرعه مجموعه واحده بعد اذنكم. اتفضل. بعض الاحيان التعامل مع القرارات الصعبه حتى ولو كانت بتدعو الى الامن والسلام. طبعا وده في الاول وفي الاخر بيبقى فيه قرار، بيبقى فيه كل مدرسه اللي هو بيسموه مسؤول الامن والسلام. ده يقول هنقفل المبنى يبقى هنقفل المبنى، ده بيقول هنخلينا تفصلنا هيخلينا تفصلنا. اتفضل يا فندم. تغذيه الوجبات المدرسيه طبعا، ودي عامله مشاكل جامده. اسمع يا استاذ بعد اذنك عشان مفيش وقت. خلينا نشوف برضو الرسمي، الورق الرسمي بيقول ايه. اول حاجه سيف انفايرمنت فور تيتشنج اند ليرنينج، يعني ايه؟ بيئه امنه للطالب والمعلم وللتعليم والتعلم. هيلثي انفايرمنت نفس القصه، بيئه ايه؟ صحيه. بقابل الحمايه، يعني متطلبات الحمايه المدنيه، يعني من طفايات حريق، من مخارج، من سلم اللي هو بيسموه طوارئ، سلم طوارئ. خطة إخلاق اللي هي الكرايسيس مانجمنت بلان، يعني في حالة الطوارئ مش لازم الإخلاق يبقى في حالة حريق، ممكن في حالة لا قدر الله زلزال، لا قدر الله في حالة هجوم، أبقى عارف طرق الإخلاق إيه، ويبقى في توعية للطلبة زي ما حضرتك قلت. الستودنتس والستاف والفيزيتورز يحسوا بالأمان لما بيدخلوا المدرسة، يعني كل الستيك هولدرز أو كل اللي هم بيسموهم الملمين بالعمليه التعليميه، سواء من ولي الامر للطالب للمعلم للاداري، يحس ان هو في بيئه امنه. طيب لو هنتكلم على educational program، احنا المنهج التعليمي بتاعنا بيجي لنا من الوزاره. وكل درس بيكون فيه هدف تعليمي. بيبقى عندي حصص اللي هي بنسميها learning opportunities اللي هي فرصه للتعليم. بعد كده بيبقى عندي اختبارات عشان اقيس مدى ايه؟ العمليه التعليميه اتحققت ولا لا؟ وبعد كده بيبقى عندي نتائج بنشارك فيها. من النتائج دي بيبتدي يبقى عندي ايه؟ خطه تطوير. يمكن يكون عندي المعلم محتاج تنميه مهنيه، ممكن يكون المنهج محتاج حصه زياده، ممكن يكون محتاج ان انا اطول اليوم الدراسي شويه، ممكن يكون ان انا محتاج اطول اكثر الانشطه، يبقى بيبتدي يبقى عندي خطه تحسين. بعد خطه التحسين السايكل ما بتخلصش، هي نفس السايكل، نرجع تاني لهدف تعليم، والهدف التعليم ليه فرصه للتعليم وهكذا. طيب لو انا جيت اتكلم على الاديوكيشن بروجرام، المنهج بيجي لنا الخطه من وزاره التربيه والتعليم، لكن لازم انا في المدرسه اكون بشرف على ايه؟ وجود خطه. يعني ايه خطه؟ خطه ان انا بطبق ده اللي هي بيسموها اللاسن بلان، تحضير الدرس، ان انا يكون المدرسين عندي. هل ده انا المدير اللي بعمله؟ لا، انا بتابع، لكن انا عندي رئيس قسم ملزم انه يتابع قسمه ويشوف تحضير الدرس موجود ولا لا. منهج بالظبط، والمحتوى
مش لازم ابقى بخلص المنهج، لا بالعكس انا لازم يبقى عندي تعلم نشط، لازم يبقى عندي مراعاه للفروق الفرديه، لازم يبقى عندي نشاط بالايدين الطالب بيعمل عشان الطالب يبقى مستمتع. صح؟ وده اللي بيعالج لنا عشان يبقى فاهمين، ده اللي بيعالج لنا نسب الغياب في مدارسنا. لان الطالب لما بيحس انه بيجي يسمع محاضره ويروح، فبالتالي مش فارق معاه لانه في الاخر انا هاخد درس ولا هاخد مجموعه وهحفظ كلمتين وهدخل احطهم في الامتحان، عشان كده نتائجنا ما بقتش كويسه، حتى لو الطالب بيجيب درجات نهائيه. لكن بيستفاد ايه من بره الحصه؟ يوم ما كلمه تيتشنج تتعكس تبقى ليرنينج، يعني يوم ما التعليم يتعكس يبقى تعلم، يبقى ده نجاح للمدرسه، ده نجاح للمعلم. لان هنا بقى ابتدى الطالب ياخد ايه اللي اتعلمه لحاجه اسمها ريل لايف ابلكيشن، ابتدى يطبقه في حياته العمليه، يربط بين المنهج اللي بيدرسه وبين المشاكل اللي هتقابله في البروبلم سولفنج، بعد كده يبقى بروبلم سولفر في حياته. يكون عندي معايير، ودي حاجات كلها موجوده عندنا، ان ده منهجنا بيجي من الوزاره، بس يكون فيها برضه جزء من الريسيرش، البحث العلمي. يعني مش كل حاجة تكون فيدي، مش كل حاجة بديها للطالب احفظ وذاكر واسأل سؤال وامتحن، لازم الطالب يبحث ويعمل حاجة بإيديه ويعمل تجربة بإيديه، وبالتالي اللي هيعمله بإيديه هو اللي عمره ما هينساه. اتفضل. أنا من وجهة نظري في الموضوع ده، علشان الطالب يحول التعليم إلى تعلم، لازم يعني القوانين على المنهج يبقى رائد في معين الطالب وللمدرس اللي يدرس المنهج ده. وأعتقد إن ده هيحصل حاليًا. لانه حاليا في كلام ان ده اللي هيحصل، انه المنهج مش بالكم لكن بالمعلومه اللي الطالب استفادها. اتكلم. صح. اتفضل. صح. وده اللي الاستاذه كانت بتحاول تقول. صح، وانا وافق حضرتك. اتفضل. في حياته العمليه، وده اللي احنا برضو كنا بنقول، اطلع من الدرس ده اطبق ايه في حياتي العمليه، او حتى لو خطوات تفكير لحل مشاكلي الحياتيه بعد كده. طيب، ده لازم يكون معتمد، كل ده معتمد من الايه؟ من الاداره التعليميه، لانه في الاخر ده كله بيتحول لبادجت. للفلوس يعني. طيب الاسسمنت اند داتا اناليسيس. الاسسمنت بالنسبه لنا دايما هو اختبار. لكن المقصود هنا بالاسسمنت، وده اللي بنعلمه لمعلميننا برضو، ان الاسسمنت مش حاجه بس بمتحن اختبار شهر، اختبار ميد تيرم، اختبار نص السنه، اختبار اخر السنه. الاسسمنت بالنسبه لنا بيبقى حاجه اسمها اون جوينج بروسس، فورماتيف اسسمنت. انا في كل حصه بقيس مدى استيعاب الطالب للماده الايه اللي انا درستها، وممكن اكون استيعاب الطالب ده بايه؟ بسؤال، بمناقشه، بمجموعه عمل، اربع خمس طلاب بيطلعوا برودكت معين يبينوا لي ان هم فهموا اللي انا ايه كنت بشرحه. من الاساس من ده لازم يكون برضه موافق للرساله، انا عايز الطالب يطلع في الاخر متقن ايه؟ عندنا مشكله. ايه مشكلتنا؟ في معظم مدارسنا اتعودنا ان الطالب بيمتحن، بنصحح الامتحان، بنحط درجه في الكنترول، وبنسيب الورق في الكنترول عشان لو الطالب اشتكى وخلاص، مهمه الامتحان انتهت. لكن المدارس الدوليه بقى بيبقى عندها خطوه بدايه. ايه هي؟ اهم برضه، يعني ده جزء بيبين شغل الطالب، بس اهم من ده تحليل النتائج بقى. ابتدي امسك ورق الامتحان ده واشوف الامتحان ده كان بيقيس ايه مهارات، والطلبه دي اتقنت ايه في المهاره الاولى، ولا ضعيف في الثانيه، لا ضعيف في الثالثه، لا كويس في الرابعه، لا ممتاز في الخامسه. وابتدي اعمل تحليل للدفعه، ومن التحليل ده ابتدي اشوف الدفعه دي ايه المهارات اللي اكتسبتها، ايه المهارات اللي هي لسه ضعيفه فيها، فالسنه الجايه لازم ابتدي اعمل عليها ستريس، ولو ما كانش ده اخر السنه، لو كان في نص السنه يبقى الترم الثاني ابتدي اعالج ايه؟ اوضع خطه تحسين او خطه علاج، ان انا اعالج فيها المشاكل اللي انا اكتشفتها. اللي هو التقويم او التغذيه الرابحه اللي يسموها الفيدباك. يعني انا مش شاطر في المصطلحات العربيه، بس هو التقويم. في عندنا معتمد على الحصص. ما هو ده بقى ده اللي احنا
صعب. عشان كده ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ احنا بنطلب احنا نفسنا انه انا اليوم نهاية الشهر. بس خلينا برضه امنا مش معنى كده انه الامتحان عايز يغير من اي تو زي. لا، الامتحان فيه متعدد مستويات، الامتحان فيه اختيارات، الامتحان فيه تنوع كتير، الامتحان فيه مستويات مختلفه للطالب المتوسط. مراعاة الفروق الفرديه. وفي مراعاه الفروق الفرديه. امثل لحضرتك بحاجه، احنا طبعا كلنا عارفين حاجه اسمها البال سيرف ده. اللي هو بيبقى بيقول ان من 68 ل 70% ده المتوسط عندي. في 15% بيبقى فوق المتوسط، وفي 15% بيبقى بيلو افريج اللي هو دون مش يعني اقل من المتوسط. يبقى انا لما باجي احط الامتحان 70% من الامتحان بيبقى للطالب المتوسط، و15% للطالب المتميز، و15% للطالب الضعيف. وفي نفس الوقت لازم يكون بيقيس مهارات مش بيقيس حفظ. ده مراعاة ده الجزء ده اللي هو تقسيم مراعاة الفروق الفرديه. لكن لازم يكون في مهارات، انا بقيس مهاره في الانجليش مثلا، بقيس مهاره قراءه وكتابه وليسننج وسبيكنج وتابر بقى يعني المهارات المختلفه لازم تكون موجوده. وده حاجه انا اوافق حضرتك. عندنا جزء مهم بيقول انا لما احلل البيانات دي ايه اللي بستفيده؟ ببتدي اشوف الفرق بين سنه وسنه، ممكن اشوف الفرق بين الولاد والبنات، ممكن ابتدي اشوف اقارن سنين ببعض وابتدي اشوف مدى تحسين اداء منهم، ممكن اشوف اداء المعلم بيختلف من سنه لسنه ولا لا، اداء الطالب بيتحسن من سنه لسنه ولا لا. ومن خلال ده زي ما حضراتكم قلتوا بنعمل ايه؟ اكشن بلان، يبقى في خطه تقويم او تحسين او علاج، خطه علاج. وفي الاخر بقابل براعي الفروق الفرديه، لان انا ام ميتنج ذا انديفيديوال نيدز، بقابل الاحتياجات الايه؟ الفرديه. طيب لو هنتكلم على الفاسيلتيز والريسورسز، الموارد والامكانيات، ايه الحاجه اللي انا ممكن اكون بدور عليها في المدرسه؟ انا لو رايح ازور مدرسه حضرتك ايه اللي هبص عليه؟ اول حاجه وجود معامل مفعله بجدول حصص بامان بمعامل امان، يعني المواد الكيميائيه يعني بتتشال بطريقه معينه او محفوظه بطريقه معينه. اتفضل. مكتبه مدرسيه. مكتبه مدرسيه بتساعد الطالب على تنميه القراءه. نسمع بعض. يبقى وسائل التكنولوجيا او معمل الاوساط اللي هو الميديا روم. الانشطه المدرسيه، ودي هتخليلها معيار لوحدها. بس مع بعض. الانشطه المدرسيه بالنسبه لنا شيء كبير جدا. فعشان كده هنخليها مجال لوحدها بس هي مهمه. اتفضل. موارد بشريه. هل في عندي ما يغطي الحصص ولا في حصص فاضيه مفيش معلمين بيكملوها؟ اتفضل. اللي هي الادوات والامكانيات من ديسك لكرسي لفصل لفصول. اتفضل. صح، ودي هناخدها مع الانشطه، دي برضه في الاخر بتتحول لفصول مع الكتابات. بس هي موجوده. اتفضل. يبقى انا بفعل مجموعه واحده اللي معاها بعد الفرقه. مجموعه واحده بس. بفعل كل الامكانيات اللي في المدرسه، ولا انا عندي حفره وسائل وسائل اللي هي فيها الميديا اللي هي السمارت بورد وقافل عليها عشان خايف الاولاد يكسروها. عندي معمل حاسب الي بس مش بفتحه غير بالزيارات. عندي معمل علوم بس الطلبه مش بتدخله غير في الضروره القصوى، لا، او في اختبار العمل، لا. يبقى هنا بنتكلم اول حاجه امان. طبعا مش بس معلمين، المعلمين وعاملين ده شيء اساسي اللي هم عمال الصلاه. يبقى اول حاجه سيف، لازم امان المعامل دي او امان المباني دي، يبقى دي الامان. تاني حاجه نظافه المبنى ونظافه الكوريدور ونظافه الحمامات. الصيانه، في صيانه مستمره ولا لا؟ زي ما قلنا يبقى في صيانه مستمره لحمايه الطالب في الاخر. هل هي بتخدم العمليه التعليميه واداء الطالب ولا لا؟ يبقى ده شيء اساسي تفعيلها لخدمه العمليه التعليميه. فيها صيانه مستمره، يعني مدير المدرسه كل اسبوع كده لازم يكون في جوله. وعلى فكره الصيانه مش يعني زي ما احد الاساتذه هنا قالوا، هي مش مسؤوليه المدير فقط. انا مسؤوليتي كمعلم، لقيت شغل في ازاز في فصلي بكتب ريبورت ببلغ، لقيت كوكس متحرك ببلغ،
لقيت مروحة مهزوزة ببلغ، لقيت فيه أي حاجة بس ما هو في مشاكل تانية بس لازم تتحل، بس لازم تتحل. لازم يكون فيها زي ما حضرتك بتقول إيه، لازم يكون فيها إيه ميزانية، ميزانية للصيانة. طيب خلونا مجموعة يا جماعة، مجموعة بعد الزبدة، مجموعة واحدة. لازم يكون فيها زي ما أحد أساتذتنا هنا قال البنية التحتية الأساسية للتكنولوجيا، لأن ولادنا دلوقتي لازم يواكبوا التطور. طيب السكول امبروفمنت بلان، ودي ورشة عمل كاملة بس هناخد عليها بسرعة كده. إيه الحاجات اللي يجب توفرها في خطة تحسين أو تطوير المدرسة؟ اتفضل. تحديد هدف أو الأهداف. إيه تاني؟ اتفضل. وجود اثر او مؤشرات للسوق نفسه اللي هتحدد لي يبقى القابليه للقياس قياس الاثر. اتفضل. تحديد الادوات، التوقيت. فاضل حاجه ثانيه، الامكانيات، بس برضه تحديد المسؤوليات. يبقى لو بنتكلم على استراتيجي بلان لازم يكون ده مبني على اساس ايه؟ عندي، يعني انا عندي ديتا بتقول ان انا محتاج اطور في حاجه معينه، يبقى مبني بناء على ايه؟ على السلف اساسمنت اللي احنا عملناه. هل الافضل، خلونا ناخد راي حضراتكم، الافضل ان انا يبقى عندي تحسن فجاه وانخفاض، تحسن وانخفاض يعني ذبذبه كده، ولا الافضل ان انا امشي بخطوات بطيئه بس ثابته؟ يبقى دايما وانا بحط خطه تطوير ما يكونش هدفي ان انا بس السنه دي عايز اطلع وبعد كده معلش نهدم شويه مش مشكله. لا، انا عايز ابص على هدف او اثنين امكانياتي تسمح بتنفيذهم، بدل ما احط 10 اهداف السنه دي والسنه الجايه الاقي ان ال 10 نصهم ايه؟ فشلوا. يبقى بالظبط الحفاظ على المواطن التطوير. طيب يبقى اول حاجه كمان تكون بتقابل التوقعات بتاعه الطالب ولي الامر والمعلم، يعني ما يكونش الطالب عندي ما عندوش ديسك يقعد عليه وانا اكون اولوياتي ان انا اجيب سمارت بورد سبوره ذكيه. لا، اولوياتي ان انا اجيب ديسك ايه؟ يعني لاجيك فيها ايه؟ تسلسل يخدم الاول الايه؟ الطالب والمعلم وولي الامر. فيها نمو وتحسين مستمر ومتابعه. طيب خلينا ندخل بعد كده على حاجه مهمه، معيار تاني مهم. الاكسترا كاريكولر والستودنت لايف، الحياه الطلابيه. ايه الاشياء الاساسيه اللي يجب بقى توفرها؟ اجي هنا للاستاذه كانت قالت لنا حاجه من شويه. قالت لنا وجود ايه؟ ملاعب، ووجود اخصائيين انشطه، ووجود امكانيات ان انا افعل حصه التربيه الرياضيه، افعل حصه التربيه الفنيه، افعل حصه التربيه الموسيقيه. اتفضل. الكثافه العليا في الفصول بتلتهم التطوير واي حاجه تطوير. ده جزء من بقى، دي جزء من التحديات، يبقى وانا بحط ده احطه في خطه تطوير. انا هقابل التحدي ده ازاي؟ هقابل العدد اللي في الفصل ده ازاي؟ احنا بنحاول، عشان برضه اقول لحضرتك، لما بنيجي ندي تدريب للمعلمين بنحاول نتعامل معاهم على ان فصلك على الاقل 70 طالب. في فصول بتوصل ل 100 في بعض المحافظات، وفي فصول بتوصل ل 50 و40 في محافظات اخرى، وفي شمال سيناء وجنوب سيناء احنا كنا بنتعامل مع التجريبيات، يبقى الاعداد اقل. انا كل خبرتي كانت لغايه دلوقتي في تدريب المدرسين في المدارس التجريبيه، ممكن يكون في المدارس احنا كلنا مدارس تجريبيه او حكوميه، ممكن يكون في المدارس الحكوميه ده بيقابلنا يعني اصعب شويه، لكن لو وصلنا برضه من 70 ل 100 بنعلم، او مش سوري ان احنا نقول بنعلم، بندي تيبس كده للمعلمين كيفيه التعامل مع الاعداد الكبيره في الفصل. طيب يبقى الستودنت لايف اتكلمنا انها لازم تبقى افكتيف مفعله، لازم تكون بتحقق هدف ورساله المدرسه، لان الطالب لما بينفذ عن نفسه في المدرسه ده بيساعده على فكره انه يبقى ايه؟ سلوكه داخل الفصل افضل، لكن انا ما باخدش حصه التربيه الموسيقيه اديها له الرياضيات عشان متاخرين في منهج الرياضيات، ما باخدش حصه التربيه الرياضيه اديها له الانجليزي عشان احنا مش هنخلص المنهج. ما هو دي ماده ودي ماده، بس في الاخر هو محتاج ايه؟ نشاط وحركه. اتفضلي. اهم حاجه الانشطه ووجود مدرس واعي لاكتشاف المواهب بدل صح، اكتشاف المواهب ده شيء اساسي. وان بلان يعني متخطط لها صح وفي الاخر بينفذ صح. ويكون
غير مميز، يعني ما يبقاش فيه نشاط للولاد بس البنات تقعد. لا، ممكن البنات مش هتلعب كوره لكن ممكن تلعب حاجه تانية. ممكن الولاد مش هيشتركوا مثلا في حاجه لكن البنات هيعملوها، بس برضه يكون كل طالب ولد او بنت بيجد النشاط اللي هو بيشارك. خلاص ده برضه لازم يكون لنا عندنا الميزانيه اللي تكفي ده، وفي الاخر يكون جزء مكمل للعمليه التعليميه، يعني ما يكونش تهديد للطالب او ان انا باخد الحصص دي عشان قادر اشغلهم في مواد اخرى. لانه بدون تنميه مهنيه احنا هنفضل محلك سر.
بدون تنميه مهنيه اللي بيحصل السنه دي ولا بيحصل السنه الجايه ولا بيحصل السنه اللي بعدها ومش هنتطور. يمكن يبقى في تطوير ذاتي شويه بالخبره ان انا استفدت بس ان الدرس ده صعب شويه اشرحه ازاي، لكن مش هو ده اللي احنا عايزينه. طيب خلينا نبتدي نتكلم على التنميه المهنيه للمعلم الاول. يبقى احنا هنا بنتكلم على المعلم. ايه اللي انا عايز اشوفه في المدرسه للتنميه المهنيه للمعلم؟ حد يساعدني اتفضل. يبقى في استخدام تكنولوجيا حديثه، يبقى في ورشه عمل على كيفيه استخدام التكنولوجيا الحديثه. اتفضل. وحده تدريب مفعله. وحده تدريب مفعله. يبقى ما يكونش بقى وحضرتك كان في حد هنا من الاساتذه قال لي احنا محتاجين مسؤول وحده التدريب يبقى مفرد او بيبقى له يعني جدول لطريقه التنميه المهنيه للمعلم او لجدوله التنميه المهنيه للمعلم. فرغ من شغل تدريب المدرسه خاص بس كوادر. كويس دي حاجه. اتفضل. خطه تنميه مهنيه للمدرسه وتنميه مهنيه لكل قسم. يبقى كل قسم هو عارف احتياجاته في قسم ايه. وفي في الاخر تنميه مهنيه للمدرسه اداريه لان المدرسه كلها لازم لها خطه ايه؟ تنميه مهنيه. اتفضل. وكل المعلم قصد ان التدريبات اللي بتجيب اللي في تدريبات بتيجي للمعلم بتستخدم ايه؟ تعلم نقش التسجيل. وحتى لو هي الاستمراريه دايما ده اللي احنا شفناه، يعني المعلم بياخد التدريب بيطبق بس لما مش بيلاقي التشجيع الكافي بيبتدي الدنيا ايه؟ تنزل تاني. رغم ان احنا انا كنت بدرب مدرسين كتير كانوا بيعطوني صور باللي هم بيطبقوه في مدارسهم، لكن الاهم من هي زي ما بيقولوا الفتره البي كده اللي بعد التدريب الاستمراريه. وكنت بواجه مشكله مع المعلمين، كان يقول لي انا هروح الاقي رئيس القسم بيقول لي ما تعملش كده، مدير المدرسه ما تعملش كده، بقينا بنرد عليه ان احنا ايه؟ احنا دربنا مدير القسم ودربنا مدير المدرسه وهو مستنيك تعمل كده، يقول لي طيب لجنه الاعتماد والجوده لما هتيجي مش بتبص على ده. لا احنا قعدنا مع لجنه الاعتماد والجوده او مدير الاداريات اللي بيعملوا استمارة تقييم اثر للتدريب وهم عارفين هيبصوا عليه، بس انت اعمل. فابتدينا نفنط شويه مش هقول الحجج بس المشاكل اللي بتواجه المعلم، لكن الاهم هي الاستمراريه. اتفضل. حضرتك الاداره او المديريه او الوزاره بتفضل ساكته طول فترة الاجازة وتبدا كل التدريبات يبقى اللي احنا عايزين نقوله هنا ايه؟ معاد التدريب. يعني معاد نفسه. معاد التدريب. اتفضل. صح. تنمية مش بس المعلم، انا مش لازم كل اللي انا بقوله تنمية مهنية يبقى كيفية تطوير أدائه في المدرسة، هو برضه كائن بشري في الآخر من حقه ان هو يبقى عنده نمو النفس. هجيب حاجة. معلش بعدين الجدية يبقى في جدية. فعشان كده احنا عارف لما بنعمل تنمية مهنية في المدرسة بنعمل ايه؟ بنيجي في استمارة تقييم المعلم وبنحط نقط على استفادته من التنمية المهنية. طبق ده ولا لا؟ طبق ده ولا لا؟ طبق ده ولا لا؟ وبياخد عليها نقط. فبالتالي يبقى في استمرارية. بنحاول نحافظ على الاستمرارية. طيب اتفضل. مجموعة واحدة بعد هقول لحضرتك ردا على اللي حضرتك بتقوله ده.
عشان كده سؤال مهم قوي هناخده في ورشه العمل الثاني، هو انا بناء على ايه بحدد التنميه المهنيه؟ انا بناء على الزيارات الميدانيه داخل الفصول، بناء على طلبات رؤساء الاقسام، بناء على زياراتي انا كمدير مدرسه داخل الفصل، ابتدي اشوف انا عايز اشوف ايه داخل الفصل. وكل ده هيجي منين؟ هيجي من الزيارات الميدانيه داخل الفصول. يبقى انا مش قاعد في مكتبي كمدير مدرسه ولا وكيل المدرسه قاعد ولا رئيس القسم قاعد في مكتبي، احنا عايشين جوه الفصل، بنطلع من الفصل ده بندخل للفصل ده. انا كمدير مدرسه مش لازم اكون مدير اكاديمي، يعني انا مش داخل مثلا، انا مثلا تخصصي الرياضيات مش بدخل اقيم اللغه الفرنسيه، لكن بدخل اقعد في الفصل عشان اشوف الايه؟ البيئه التعليميه، اداء المعلم. لكن مين مسؤول يقيم المعلم اكاديميا؟ رئيس القسم الملم بالنقطه او الموجه، هو رئيس القسم عندنا، يبقى الموجه او الفن. اتفضل يا فندم. السنه الدراسيه المعلم بيبقى موجود بس ايه؟
ما بيعملش حاجه غير حاجات طفيفه. ابتدي اعمل حاجه اسمها الاندكشن بيريد، فتره الاعداد. وفي فتره الاعداد دي ثلاث اسابيع كامله بكون بستعرض مع المعلم لائحه الانضباط، طريقه الايفالويشن، ازاي انا هعمل استماره للتقييم واقول واقيم المعلم داخل الفصل. اكون اجيب وحده التدريب المهني بقى او التنميه المهنيه تديله تدريب عن التعلم المهني، تدريب عن مراعاه الفروق الفرديه، تدريب عن التعلم الانشطه داخل الفصل. وبالتالي انا بدي المعلم فتره اعداد كافيه على تحضير الدرس قبل دخول الايه؟ السنه الدراسيه. اجي بعد ما بديله التدريب بعمل فولو اب، بدخل زياره ميدانيه. بطلع من الزياره الميدانيه بنقاط ضعفه وقوه. بدي سبورت، بدعم المعلم، وبعمل له تنميه مهنيه مستمره تاني بناء على احتياجاته اللي انا لاحظتها في الزياره. بعد كده بدخل اعمل بقى ايه؟ تقييم، ايفالويشن باستماره ورقه وقلم. وبعد ما عملت كل ده ببتدي يبقى عندي خلاص قرار، المعلم ده فيه استمراريه ولا المعلم ده لا يستطيع ان يؤدي دوره. نيجي للتنميه المهنيه للطالب. انا فاضل لي يعني نقطتين وبعد كده هناخد البريك الساعه 10 بالظبط. التنميه المهنيه للطالب، ايه اللي انا الدور اللي انا لازم اقوم بيه في المدرسه عشان انمي من شخصيه الطالب؟ كان حد من الاساتذه قال لي حاجه وانا قلت له دي هتيجي في التنميه المهنيه للطالب. فاكرين؟ ندوات، احترام الرقم، بنمي عنه ايه؟ كاركتر بيلدنج، بنمي شخصيته. الطالب بالنسبه لي مش رياضه وانجليزي وعلوم، الطالب بالنسبه لي شخصيه. انا ببني شخصيته، وده بنسميه الهيدن كاريكتر، المنهج الخفي. انا من خلال قصتي بنمي ايه عند الطالب؟ الاحترام. انا لما احترم الطالب بعلمه يحترم الاخر، لكن انا ما اجيش كمعلم ادخل اشتم وهزق في الطلب واضرب، يبقى انا لغيت شخصيته. يبقى انا بقول له لما تكبر هتعمل كده في اللي اصغر منك، في اللي اقل منك في السلطه. يبقى انا ابتديت ايه؟ ما ببنيش شخصيه الطالب. يبقى انا تنميتي للطالب بتكون من خلال الندوات. ممكن اعمل ندوه عن التدخين، ممكن اعمل ندوه عن المخدرات، ممكن اعمل ندوه عن النظافه، ممكن اعمل ندوه عن العنف، اعمل ندوات بنمي من شخصيه الطالب. وده دور الاخصائي الاجتماعي النفسي في المدرسه، ما بينكرش، بس برضه كلنا ايه؟ كلنا معاه، وكل معلم مسؤول في حصته. وطبعا ما ننساش الطالب الموهوب المتميز والطالب الضعيف، ده لازم له خطه وده لازم له خطه في الفروق والفرق. اخر حاجه للاداريين، لينا احنا من حقنا يكون لينا تنميه مهنيه اخرى برضه، لان انا دايما بحتاج رفع كفاءه، يعني مهما وصلت لاعلى المناصب انا ستيل محتاج ايه؟ ازاي اكون education leadership لو انا مدير اكاديمي؟ ازاي يكون عندي management skills؟ اكون عندي قياده؟ يكون عندي روح الفريق التيم ورك والليدرشيب سكيلز؟ واعتقد ان ده وقت كبير. طيب انا هسال حضرتك في حاجتين، الحاجه الاولى لازم طبعا انا هكرر حاجه مهمه جدا، هناك فرق بين شخص يقدم ماده علميه اكاديميه، هذه المادة العلمية الأكاديمية منطبقة على جميع المدارس في العالم، سواء كانت مدرسة خاصة أو مدرسة دولية أو مدرسة حكومية في مصر والجزائر. وهناك فرق بين سؤال لشخص مسؤول هو يستطيع أن يعرف ثقافة المكان ويعرف خصوصية المكان ويعرف ماذا يفيد أو ماذا لا يفيد. أنا أكد التعبير ما يصلح للواقع وما لا يصلح للواقع، اللي احنا بنسميه عندنا فقه الواقع. لازم نفصل جدا. يعني انا ممكن جدا ابدا اتكلم مع مثلا نبيل ميشيل او مع اي مدرب تاني، لا لا هيحصل كذا كذا كذا، لا لا احنا عندنا مشكله كذا كذا. هو في كل الاحوال مش هيقدر يحلها، صح؟ فتعالوا نحول كده لديار. انا مش بفتح حوار دلوقتي، تعالوا نحول الكلام لشكل اكثر عمليه. كل واحد من حضراتكم معاه بلوك نوت زي، صح؟ هنفتح فيه ورقه وهنوجه سؤالين. سؤال موجه لوكيل الوزاره ومدير الادارات اللي هيقعدوا على منصه التدريب في محاضره كامله للنقاش اللي فيه الحوار الالكتروني. وسؤال اخر حول مبادره بنكام. يعني انا دلوقتي عاوز اقول لمدير الاداره ده مش عارف ايه كذا كذا كذا. سؤال حضرتك عاوز توجهه لوكيل الوزاره استاذ بني سويف او مدير اداره بيبا او مدير اداره الوقت. يبقى ده سؤال مرتبط بمشكلات حضراتكم داخل اداراتكم، اللي انا عمري ما هفتح بوقي فيه ولا عمري
عمري هقدر اجاوب عليه لانه مش شغلتي. كله ميسر من كل القناه. وبعدين سؤال تاني، ان احنا لسه بنبدا خطوات ايه؟ مبادره. قد يقول انت كمدير، قالوا لي مدير الاداره اذا احمد ده الراجل يعني واصل وقال لك تعالوا عشان ندوا تدريب، بس انا جاي مش عارف انا عاوز ايه وهيحصل ايه. فانا من حقي ان انا اسال سؤال عن هذه الايه؟ المبادره. واحنا من حقنا ان احنا نجمع كل الاسئله ديت ونحطها على ايه؟ على الترابيزه، ونقول الناس اللي هتنفذ المبادره بتسال كذا كذا. في دقيقه واحده سؤال موجه لمدير وكيل الوزاره او مدير الاداره، لان المحاضره الثالثه بكره هيكون قاعد هنا استاذ صلاح وكيل وزاره التربيه والتعليم، استاذ محمد العراقي، والاستاذ احمد عزت، الدكتور احمد حشيش ممثل الوزاره، عندي طرف ثاني كمان اسمه ايه؟ الوزاره. دول بيمثلوا ايه؟ بني سويف. هكون انا مع حضراتكم. يعني انا هكون قاعد تحت مع حضراتكم، فده سؤال. دورنا احنا ايه؟ نقعد النهارده نفنط الاسئله ديت ونسلمها لمين؟ للاستاذ ثروت والاستاذ محمد والاستاذ احمد، لان هما اللي هيقدروا يردوا. انا ما اقدرش ارد على حاجه انا ما اعرفهاش. طب سؤال تاني ايه؟ او فكره او اقتراح في التاني، ممكن مش شرط يكون سؤال، ممكن يكون اقتراح. خلي بالكم انتوا بتعملوا المبادره ديت، انا بقترح كذا. طب احنا هنعمل كذا. فقط كل ورقه فيها سؤالين. واكتب اسم حضرتك عشان ابقى عارف السؤال ده موجه من مين، لان قد يكون هناك سؤال مطابق لبيئه بيبا مختلف تماما عن البيئه بيبا، وتلنا دقيقه واحده عشان وكل واحد وهو خارج من القاعه هيسلمنا هذا الايه؟ السؤال. دلوقتي